إحدى أكثر الدول المؤثرة في مجال التجارة الإلكترونية هي دولة الصين. أي شخص يفكر بالعمل في مجال البرايفت ليبل على موقع أمازون سيستعين بمصانع صينية لإنتاج المنتج الخاص به وبأسعار منخفضة. أي شخص يفكر بالعمل بمجال الدروب شيبينج في إحدى المراحل سيضطر العمل مع مواقع صينية مثل موقع أليكسبرس أو بانجود أو دي إكس ديلز. أكثر من 40% من المنتجات المعلنة على موقع إيباي وموقع أمازون هي منتجات صنعت في الصين. أيضا أكثر التجار الناجحين على موقع إيباي وموقع أمازون وحتى في مجال التجارة الإلكترونية بشكل عام هم تجار صينيون. لا شك وجميعنا نعرف ذلك، الصين لديها أكبر قوة إنتاج بالعالم بسبب الموارد البشرية الهائلة المتوفرة هناك. في بداية سنة 2020 أعلنت الصين عن مرض كورونا المتفشي في الدولة. المرض أثر بشكل مباشر على التجارة العالمية وبالأخص التجارة الإلكترونية. نلاحظ تأخير من قبل التجار الصينية لجميع المشترين الذين اشتروا منتجاتهم من المواقع الصينية. المصانع الصينية حتى الآن لن ترجع للعمل وإنتاج منتجات لتجار البرايفت ليبل على موقع أمازون. غالبية المصانع أعلنت أنها ستعود للعمل خلال الأسبوعين القريبين، وهذه المرة الثالثة التي يؤجل عودتهم للعمل. كل ذلك بسبب الحجز القائم حتى الآن على مقاطعات رئيسية في الصين، مما يؤثر على حركة العمال وذهابهم للعمل في المصانع، ويؤثر على نقل المنتجات للميناء. حتى الميناء لا يعمل بشكل كامل بسبب المرض المتفشي بالدولة. الصراحة نحن في حالة حرجة جدا بسبب ما يحصل في الصين، ولكن أنا دائما أنظر للحالة من الناحية الإيجابية وماذا يمكن أن نستفيد من هذه الحالة أو تعلمنا هذه الحالة التي تخص والتي تحصل الآن في الصين. أولا أخذ الاحتياطات خلال عملنا، وما أعنيه يجب أن نكون مستعدين لهذه الحالات دائما. إذا نحن نعمل في مجال Private Label على موقع أمازون علينا طلب كمية أكبر من المعتادة لكي لا تنفذ الكمية في مخازن أمازون. تذكر أن نفاذ كمية لمنتجك على موقع أمازون يعد ضرر لصفحة المبيعات الخاصة بك للمنتج. عليك حساب أداء المبيعات للمنتج خلال السنة وطلب كمية أكبر من المعتاد في هذه الفترة، ومعروف في هذه الفترة أنه يوجد أعياد للصينيون وأيضا هذا المرض المتفشي في بلادهم. أما إذا أنت تتعامل بمجال الدروب شيبينج ومصدرك هو تاجر صيني، أولا عليك بناء علاقة معه والتواصل المستمر معه، لأنها فترة ممتازة، هذه هي فترة ممتازة لكسب ثقة المورد والعمل معه بعد انتهاء فترة الحجز في بلاده. دائما تأكد على سلامته وسؤاله متى سيرجع للعمل بشكل كامل. أما بخصوص مشروعك في مجال الدروب شيبينج، يمكنك زيادة عدد الأيام في خدمة الشحن أو في وقت تجهيز الرزمة لأخذ الاحتياطات الهاندلينج تايم أو الشيبينج سيرفيس. طبعا تأكد من أن التاجر أنه حقا يشحن المنتج، لأننا نلاحظ الكثير من التجار على موقع علي اكسبرس وبانجود التي تعرف رقم التتبع ولكن بالفعل هي لا تبعث المنتج. بحالة إذا المورد لا يعمل، وهذا هو المنفذ الأخير طبعا، عليك إيقاف العمل مع التاجر الصيني والبحث عن موردين جدد من دول أخرى حتى يستقر الوضع في الصين. أو يمكنك استغلال الوقت في تعلم مجال جديد أو تحسين المجال الذي أنت تعمل به. ثانيا التعرف على مصانع أخرى. في بعض الأحيان حالة النقص تجبرك أو بالأحرى تحفزك لإيجاد حلول. لقد تعاملت في ال5 سنين الأخيرة مع 3 مصانع في الصين، 2 منهم لا يعمل حتى الآن بسبب الحجز والثالث يعمل بشكل جزئي. الحمد لله أنه يوجد كمية كافية لمنتجاتي في مخازن أمازون، ولكن أنا لا أنتظر حتى أن يرجعوا الصينيون للعمل. مباشرة بدأت البحث عن مصانع أخرى في دول أخرى يمكن أن توفر لي منتجاتي. حتى الآن تواصلت مع 7 مصانع واحتمال كبير التعامل مع 2 منهم، وحتى لهذه اللحظة أبحث عن مصانع أخرى.
يمكن أن أجد مصنع الذي سينتج المنتج بجودة أفضل وممكن بسعر شبيه للصينيون أو أقل. المقصد هنا ممكن هذه الكارثة التي حصلت في الصين وتحصل حتى الآن أن تكون سبب لإيجاد مصانع أخرى تنتج المنتجات بأسعار أقل أو بجودة أعلى، مما سيحسن مشاريع التجارية بشكل أفضل من السابق. لكل من يستثمر في وقته في البحث عن مصانع وينجح بإيجاد مصنع ملائم، سيتفوق على عدد كبير من التجار الآخرين الذي تنتظر الصينيون حتى يرجعوا للعمل. نصيحتي لكم لا تنتظروا واذهبوا وابحثوا، وأنا متأكد ستجدوا مصنع ملائم لفكرتك واحتمال أن يوفر لك السعر المناسب أو الجودة الأفضل. لكل مشكلة حل والقرار بيدك، إما أن تجد الحل المناسب للمشكلة أو أن تتذمر من الوضع الحالي وعدم فعل أي شيء لإنقاذ مشروعك. بالنجاح للجميع، وتذكروا أهم شيء بالحياة هي صحتك.